يلا دي وجهات نظر. ذا بيست عمرو زكي عماد متعب. متعب اهو راجل شغال زي الفل فل شغال اهي. يلا علاء ابراهيم ولا جده؟ بص بصراحة أنا ما اتفرجتش على كابتن علاء إبراهيم. صراحة لعيب جامد جدا والله ما أعرف يعني جد ممكن جد ما اتفرجتش على ماشي. بقى اللي جاي مش قادر اختار. كابتن خطيب. كابتن خطيب لأن أنا كابتن طاهر ما حضرتوش ولا ما كنتش. يعني أنت حضرت الخطيب؟ ايوه في الـ في الـ انت بتتكلم في اللعب. لا كابتن خطيب. خطيب لا كابتن خطيب انا بقول لك انا. طيب محمد رمضان ايمن شوقي. هنجيب لك المهاجمين كلهم يا عم شريف. محمد رمضان. محمد رمضان تمام. يلا جمال عبد الحميد. عبد الحليم علي. كابتن عبد الحليم علي. كابتن عبد الحليم علي. في التاريخ عبد الله السعيد. وليد سليمان. ده مركز وده مركز الافضل يعني. وليد سليمان الافضل. وليد سليمان اسمعني بس انا اقول لك. انت هتقول لي هتهرب بالمركز ومش مش مركز. مش بعرب والله الاثنين جامدين. عجينا بكل ده عاد ليك. اقول لك هفهمك الافضل ده بيلعب مركز وده مركز. اوكي ده الافضل ده ولا ده ماشي. ما افضل في ايه؟ كلعيب 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 مش مركز. انا مالي بالمراكز. وانتوا يعني عايز تقول لي ان كل واحد بيقف في مركزه. ما تجيبليش مدافع مثلا وتقول لي مهاجم فعلى اي مقارنة. عايز تهرب من السؤال ده. مش ههرب. مين الافضل بالنسبه لك كلاعب كوره؟ ماليش دعوه بالمراكز. يعني مين كنت تحب تلعب جنبه؟ يمكن انا لعبت جنب كابتن وليد سليمان. لعبت معاه كتير. وعبد الله يمكن انا ما لعبتش معاه. بس انا عارف شويه في المنتخب. بس لا تختار مين؟ ما ده مركز. ده مركز والله. الافضل. لا يا حبيبي انا ما اتكلمش على المراكز. الافضل اللي يلعب جنبك وليد ولا عبد الله؟ عبد الله. عبد الله علشان عبد الله بيلعب. انا فهمت كل حاجه. لا وصلت والله. مش فهمت انا بقى. على فكره وصلت على فكرة يا شوشو. انا صريح جدا ماشي. على فكره معاك والله. يلا عبد الستار شيكابالا. عبد الستار. عبد الستار. هذه بصراحة رخمة الصراحة. أحمد حسن النني. لا حول الله يا رب. لا حول الله قوة إلا بالله. كمسيرة. بقول لك إيه. منتخب. بقول لك إيه يا زين. ما تلعبنيش. لا يمكن. مش عايز بس. إيه. ماشي. الاثنين اسمعني بس اسمعني. كمسيرة أندية النني. كحاجات في المنتخب وبطولات وكلام كويس. تلعب جنب مين؟ لعبت جنب النني. دلوقتي من الاثنين تلعب جنب مين؟ والله الاثنين كويسين جدا. اختار واحد. الاثنين كويسين. مش عارف مش عايز حد يزعل مني بصراحة. زي بس تنفزع. اختار النني. النني. النني النني. يا جماعه النني ده والله العظيم ثلاثة مظلوم والله. النني ده حاجه كبيره قوي قوي. هو تريزيجيه خلي بالك. طيب بص بقى باسم مرسي وعمرو جمال. كح ايه شريف. عمرو جمال ماشي. بيحن للفرق بعد اسم اللي هو في امتحان. يلا كهربا تريزيجيه. يا حول الاثنين اخواتي. لا صعبه دي. ليش دعوه. لا الاثنين صحابي جدا. لا والله. ما هتلعب جنب مين؟ انت مدير فني دول. لا في الاثنين دول ما اقدرش. بعدين ثانيه كهربا بيلعب في رود. ماليش دعوه. لا هو ما بجيبش بالمراكز. هم الافضل بالنسبه لك. لا مش هقدر اجاوب على ده والله يا مهيب. معلش الاثنين صحابي جدا. ده الاثنين هيزعلوا. لازم تختار. اختار الاثنين كده من كده مش هيزعلوا. زعل واحد احسن ما تزعل الاثنين. لا ليه؟ لما ما بتقولش ما اخترتش يبقى انت مش مقتنع بيهم. لا يا عم مقتنع بالاثنين. طيب الاثنين. انا مش هسيبك. معلش سيب لي ده. مش هسيبك. سيب لي ده. مش هسيبك. ماشي ما هي واحده احسن فين؟ هي واحده احسن فين؟ الافضل بالنسبه لك ككوره.
انا ماليش دعوه. هي اللعبه كده الله بيجاوب في ثواني يا راجل. ده دي بروين كان بيجاوب في ثانيه كده وانا بقول له دي بروين دي ولا دي ولا دي دي دي. يلا معلش عدي ده شيل ده. انت ما شلتليش حاجه من اول لما شيل ده. طيب شيل ده. لا لا خلاص يا جماعه هم عاملين يضغطوا عليا بس الاثنين والله الاثنين صحابي ايش عشان الاثنين كمان انا بحبهم وانا كمان والله ما بنغش عليك. انا بصراحه عذره في دي. يلا طارق حامد حمدي فتحي مفيش شيء مفيش خلاص لا ما بقولكش اختار. بص والله مش بصر. يمكن انا طارق بحب لعبه جدا ودايما بصراحه يعني يبقى حمدي فتحي خلاص. يبقى حمدي فتحي مهم جدا. يبقى حمدي فتحي حمدي مهم حمدي جدا في اي فرقه. انت بتديني المقدمه يلا. حلوه دي مش كده. الاثنين بعاد عن بعض ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. تحلل بمزاجك مش بحلل الاثنين. اختار يا حبيبي. يمكن امام. امام عشان جه الاهلي. خلاص خلاص ايه ماشي. لا طيب انت بتقول اللي انت عايز تقول. ها بركات ولا حسين الشحات؟ كده يبقى زعلان. كده يبقى زعلانة مهورة. لا لا خلي حسين. خلي حسين. يبقى حسين. معلش يا كابتن بركات. معلش يا كابتن بركات. الله لك. موسيماني ولا كولر؟ سيماني. يلا موسيماني. موسيماني ده ما ترددش يا جماعه. يا نهار ابيض اهدي فسرت كل شيء. عملت فيه يا كولر؟ ده الراجل ما فكرش. الراجل يعني اكتر. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. اجابات مثيره جدا من الكابتن محمد شريف ضيف الكابتن مهيب عبد الوهاب في حلقتنا النهارده. لكن في حاجات يعني احنا بنتكلم كوره ومفيش حد بيزعل ودي وجهات نظر لكن المستوى الاحترام لا يقل ابدا من رايك في هي في اجابات يعني من وجهه نظر هو ان عبد الستار صبري ولا شيكابالا. في اجابات من وجهه نظره حسين الشحات ولا بركات. دي اجابات في وجهات النظر. لكن انا استغربت من امام عاشور او زيزو. هو ده في مكان ولا في مكان؟ بس زيزو بمنتهى الامانه يفوق اي لاعب في مصر. وكمان حسين الشحات دلوقتي طب امنني ولا احمد حسن طب دلوقتي طب بعد كده. اجابات مثيره جدا. ومهيب عبد الهادي دايما بيزنق الضيوف بتاعه لكن محمد شريف الى حد ما قدر ان هو ما يزعلش حد منه خصوصا في اجابة محمود تريزيجيه ولا كهربا. الاثنين لعيبة كبار وبرضو ده مركز وده مركز. لكن احنا بنتكلم برضو على المستوى الاحترافي والمستوى التاريخي. محمود حسن تريزيجيه متعلق في الاحتراف. كهربا ما احترفش كتير. النني متعلق في الاحتراف. وارسنال ودوري ابطال اوروبا احمد حسن كان احترف لكن مش في نفس الليفل بتاع محمد النني. لكن اجابات قويه جدا. اجابات وصراحه. ومحمد شريف بني ادم يعني برضو تقدر تقول خجول. بني ادم محترم جدا قبل كره القدم. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.